الأخ يسأل عن حكم العادة أو المسمى بالعادة السرية، يقول هل فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف بين العلماء، وللعلماء فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الجواز مطلقا، وهذا قول ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. المذهب الثاني التحريم مطلقا، وهذا مذهب الشافعي وحكى غير واحد عن الجمهور. المذهب الثالث المنع إلا لحاجة، مثل يخاف على نفسه الوقوع في الحرام أو التحرش الجنسي بالمردان من الفتيان أو بالفتيات أو بالخروج إلى الأسواق لمطاردة النساء، ويخاف على نفسه ففعلها درءا لمفسدة أعظم، فتعرض عنده مفسدتان، مفسدة العمل ومفسدة ما يترتب على لو لم يعمل من المفسدة العظمى. وهذا الذي أفتى به الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الأئمة.